نستمع لكافة المداخلات من أصدقائنا وشركائنا حول العالم، بالذات الدول المستهلكة، ويعني هذا مأخوذ في الاعتبار. لكن في النهاية أوبك بلس لديها منظومة قائمة لمتابعة الأسواق وضمان إمدادها بما تحتاجه من الطاقة، ورأينا حتى الآن أن هذه المنظومة فاعلة وتعمل بالشكل المطلوب. الإدارة الأمريكية سواء برئاسة بايدن أو التي سبقت أو التي ستأتي تعاني من العديد من المشاكل، وعليها الآن على ضوء هذه التطورات المخيفة أن تحسن علاقاتها ومعالجتها للقضايا والملفات الكبرى، ليس فقط مع منطقة الشرق الأوسط ولكن أيضا مع آسيا.